السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو ديال اليوم غادي يكون تحت عنوان الدراسة ستتواصل رغم إعلان الوزارة استمرار توقفها حضوريا. كيف ذلك؟ يعني الدراسة غتبقى بالرغم من أن الوزارة أعلنت على أنه غادي يستمر هذا التوقف الحضوري ديال الدراسة في الأقسام. كيف ذلك؟ داكشي اللي غتعرفوا معايا في الفيديو. هذا الفيديو حصري على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذن بعد تقرير مصير الموسم الدراسي من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أفصح عنها السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية في مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 12 ماي 2020، وفيما يلي خلاصة ما قاله السيد وزير خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين. إذن الآن غادي يدوزوا القرارات التي تم اتخاذها واحدا تلو الآخر. من بعد استرجاع هذه القرارات سأقوم بشرح أمر مهم، وهو كيف ستظل الدراسة مستمرة رغم توقفها حضوريا. قوم معايا من بعد استحضار القرارات. إذن ما يهمنا من كل هذه القرارات ثلاثة ديال النقاط أساسية. الأولى هي استمرار عملية التعليم عن بعد إلى حين انتهاء الموسم الدراسي. شو معنى ديالها؟ بأنه هذه العملية ديال التعليم عن بعد غادي تبقى حتى يتسالى الموسم الدراسي. فوقاش كيتسالى الموسم الدراسي؟ دائما كيتسالى في أواخر شهر يونيو، أواخر ديال شهر يونيو كيتسالى الموسم الدراسي. إذن هذه العملية ديال التعليم عن بعد غادي تبقى مستمرة حتى لأواخر يونيو، يعني غادي يبقاو الدروس على القناة الرابعة، غادي يبقاو الدروس في القناة الرياضية. دونك هذه المساله محسوم فيها من طرف الوزاره انه هذا التعليم عن بعد غادي يبقى مستمر حتى انتهاء الموسم الدراسي، والوزارة منكبة على هذه العملية ودائما كتنشر في الصفحة ديالها على الفيسبوك برنامج اليوم بالنسبة للتعليم عن بعد. دونك كما كتشوفوا هذه البرامج يوميا كتنشر برنامج الدروس. النقطة الثانية، ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير للامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا. ده النقطة الثانية كتخص الأولى والثانية بكالوريا، يعني الناس ديال الأولى باك والثانية باك، الناس اللي عندهم الامتحان الجهوي والوطني. دونك هاد الناس هادو الوزارة غادي تبرمج لهم حصص مكثفة عن بعد. دونك هاد الحصص هادو غادي يكون الهدف منهم المراجعة والتحضير للامتحان. دونك غادي يكونوا حصص ديال الدعم، حصص ديال التقوية من أجل التحضير والمراجعة لامتحاني السنة الأولى والثانية بكالوريا، امتحان الجهوي والامتحان الوطني إن شاء الله. بالنسبة للنقطة الثالثة وهي كالتالي، ستخصص الوزارة شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري، سعيا منها لتقوية مكتسبات التلميذات والتلاميذ وتمكينهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف. النقطة شنو كتقول؟ بأنه الوزارة خصت شهر شتنبر اللي هو شهر 9 المقبل للاستدراك والدعم التربوي الحضوري. شحال من واحد يحسب له بأنه شهر 9 غادي ندخلوا للدراسة ديال الموسم الجديد، موسم الدراسة 2020-2021؟ لا، شهر 9 ان شاء الله غادي يكون مخصص للاستدراك والدعم التربوي الحضوري. علاش دارت هادشي الوزاره؟ باش تقوي المكتسبات ديال التلميذات والتلاميذ وتمكنهم من متابعه الدراسه ديالهم في الموسم ديال 2020-2021 باحسن الظروف. دونك شهر 9 ان شاء الله يدخلوا القرايه، اول حاجه غادي يكون الاستدراك والدعم التربوي واحد 3 اسابيع حتى 4 ديال الاسابيع. في شهر 10 ان شاء الله عاد غادي يبدا الموسم الدراسي 2020-2021. دونك هادو هما 3 ديال النقاط المهمة اللي عندها علاقة بالدراسة والاستمرارية. إذا قلنا بأنه عملية التعليم عن بعد غادي تبقى حتى لانتهاء الموسم الدراسي، بالنسبة للناس ديال الأولى باك والثانية باك غادي الوزارة تبرمج لهم حصص مكثفة ديال الدعم وديال المراجعة والتحضير للامتحانات، وأخيرا الوزارة حددت شهر شتنبر للاستدراك والدعم التربوي باش التلاميذ تقوى المكتسبات ديالهم ويتمكنوا إن شاء الله باش يدخلوا الموسم الدراسي الجديد اللي غادي يبدا الأول ديال شهر 10 باش يدخلوا إن شاء الله واجدين للموسم الدراسي الجديد. إذن هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم على المتابعة، وما تنساوش قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري دائما معكم،
مرحبا بكل استفساراتكم، دائما خليوا لي الاستفسارات ديالكم تعاليق، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.